بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ قناة الرافدين بعيد تأسيسها، ونأمل أن تكون مواظبة مع القنوات العراقية الأخرى في نقل الأحداث التي تواكب الحدث العراقي والعربي والعالمي، متمنين لكادرها والقائمين على دوام الصحة والإبداع. بسم الله الرحمن الرحيم. نهنئ قناة الرافدين هذا الإبداع وهذا التميز، وأتمنى أنه هي تستمر في هذا العطاء وهذا الأسلوب اللي تنتهجه في طرح القضايا والمواضيع والاهتمام بالشارع العراقي. كل التوفيق يا ربي، وأتمنى لها المزيد من النجاحات. علي عصام، شكرا.